غير ما تبلوكيو راه السينيال عليا وهذا وغادي يطيروا الزمر كامل غادي يمشيو ملي كيكسر البلوك وكيكون السينيال كيطير الكون. باش كنقول لكم راه التهديدات راه هضرنا في داك الموضوع الكونت الاول طان الكونت الثاني طان هذا بديت الموضوع بدا يلصق انا وقفت وما قالوا لي يلاه رسه ما غاديش نطيروه ولكن الا استدرتي غادي نطيروه ولكن هادشي غنهضروا فيه عارف كي غندير نهضر في هادشي. قال لك الجزائري قال لك علاش يقول الحلوف وانا كنشوف السيد حلوف واش انا الجزائر فيها البشر فيها البقر وفيها الحلوف هادشي اللي فيها سيد وراه ماشي هضره الحلوف هذيك واش انا ظلمته غير المهم قبل ما يقول عاد نقولها له قلت له والله تكلم مسكين قال لك علاش تقول لي كان يسأل ماشي السينيال راه كان على ديك الموضوع اللي تخلص السينيال كان على الموضوع اللي درته في الاول. خويا كمال السلام عليكم سي شوقي السلام عليكم خويا ميدفي عندي واحد كلمه لكم بجوج تبارك الله عليك سي شوقي عندي كلمه لكم بجوج المرتزقه راهم معروفين والواحد ما يعزو ما تعزو غير دارو ولا الدار اللي كيعرف مواليها مزيان. سي شكري وسي كمال كنعزكم بزاف ونصيحه لله في سبيل الله سي شكري من شحال هادي واحد الباب ما قدروش منين يدوزو لك كمل في طريقتك قهر ليا الاعداء وهذوك اللي دياولنا كيبغيو يركبوا على الموجه سد الباب نخل 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 ما تخليش البرد منين يدوز. كذلك السي كمال كمل في الطريقه ديالك كشنا بعض الحوايج ولا هادي المهم ما تعطيوش للاعداء النافذه منين يدخلوا ودياولنا خليهم ما تردوش عليهم الله يرضي عليكم لانهم كاينين بعض الاشخاص اللي حاجه في نفسيه عقوب كيبغيو يضربوا الناس اللي ناجحين في اللايفات والناس اللي داروا اسميه وكيقهروا الاعداء. هذه نصيحه لك اخي شكري كتعرف المعزه ديالك عندي وسي كمال كذلك ما تفتحوش النافذه كملوا في طريقتكم الهدف واحد الطريقه معروفه طريقتكم بجوج تبارك الله عليكم انا اؤيدها وكندافع عليكم في اي منبر انتم تعلمون ذلك وهذا الشيء كنقولوا فقط للاخوه وللمحبه اللي كتجمعنا تبارك الله عليكم ما تحلوش النافذه ديالنا دير ودن سمعتي ودن ما سمعتش كملوا في طريقتكم الناس راه كتعرف الحق وكل بلاكتي على دارو الناس ولات كتعرفكم ولا داعي للتبرير. خويا شكري نصيحه ما تبقاش الله يرضي عليك واسمح لي هادشي خصني نقول لك في الخاص ولكن جابت المناسبه دابا دارك والناس اللي كتعرف الناس اللي ما كتعرفش واللي كيطلعوا فيها الناس مختلفين لا ماشي كل طريقته حنا نحترم كل الطرق المغربيه فقط اللي يعز نفسه يعزو الناس ويعزو الله الكلام شويه بالغوص ولكن انا عارفكم وراكم فهمتوا الكلام ديالي تبارك الله عليكم شكرا لكم بالاثنين وانا نفهمكم اخوتي المغاربه انا نفهمكم اخوتي المغاربه حرب اليوتيوب كتصفى في تيك توك شي شكري نايضه حرب 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 كبيره في اليوتيوب وكتجي لهنا كتصفى في تيك توك محيت تيك توك كيطيح القنوات في اليوتيوب لذلك رد بالك وانا راني خاي محمد اميد بين عارف هادشي وراني غادي انا غير حيط الحيط انا ما عندي غرض انا قناه درتها طاولي ليها باق الكوب رايت طيروا الزمر كامل قلت لهم اديو ما بقيتش داخل زليت فين ندخل العالم ولا 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 وقع عالم صاحبي تما كاين داك اليوتيوب وراهم كيصفيوها هنايا ردوا البال اخوتي المغاربه وانا كنقول لكم بالنسبه ليوتيوب والله اللي كيجيو لهاد التيك توك كيجيو كيجمعوا لي زابوني اليوتيوب ويديوهم تما كاين ويبقاو يصورهم حيت التيك توك ما فيهش الفلوس الا سمحتي لي الفلوس انا كنقول لكم ردوا البال راه هاد الصراعات اللي نايضه في التيك توك وحارب هذا وضرب هذا وصنع هذا غير حرب ديال اليوتيوب راهم كلهم عندهم القنوات اليوتيوب وكلشي خدامين الصراعات في اليوتيوب انا كنقولها صراعات اليوتيوب حيت تيك توك ما فيهش الفلوس اليوتيوب فيه الفلوس ردوا البال واللي بغى شي حاجه يجي باغي خويا تدافع على بلادك اجي لتيك توك باغي تهضر على بلادك اجي لتيك توك ما تجيش تهزني من هنا وتديني لجهه اخرى راه حرب نايضه انا كنهضر معاكم كمال لا سمحتي لي خويا مدبين غير واحد الرد بسيط وصغير انا كتعرفني ما كنطلعش البوتوت وما كنكونش يعني يعني ما كنبقاش يعني كنداوم على انني نطلع في شي بث اخر من غير البوتوت المغربيه لكن دائما كنعطي ديك البصمه الاولى ضروري انني كان هذا رايي هذا رايي يعني وانا كنحترم رايك وطبيعه الحال كنقبل النصيحه غير يعني باش نفهمك وسلام يعني كنطلع نعطي البصمه ديالي كنبين كندافع على اختي المغربيه كندافع على ملكي كندافع على بلادي كنبين الحقيقه بواحد الطريقه وكنزل بحالي وما كنرجعش لديك البث هذاك انا ضد انني نبقى نطلع لشي بث او لاي مغربي وكذلك انا كنصح المغاربه اللي بطبيعه الحال عندهم غير على بلادهم وكيبغيو بلادهم بغيو ملكهم
كيبغيو يدافعوا ولكن ما عندهمش امكانيات ولا ما عندهمش طريقه معينه، لان باقي جداد ولا باقي ما كسبوش تجربه ولا الله اعلم علاش. المهم ما قادش تدافع، ما طلعش تدافع، يعني ما تشاركش احسن من انك تمشي تشارك وتولي يعني ضحيه، ولا تولي مثلا يعني مثلا يعني واحد الجسر اللي غادي يعبروا من خلالك لينا ويمروا شي رساله بسمومه او شي مغالطه. فانا كنطالب خوتي المغاربه الله يخليكم، يعني اللي عنده امكانيات، اللي عنده معلومات، اللي قادر انه يعطي اضافه، ما ماشي مشكل، ولكن اللي ما قادرش واللي ما عارفش فمن الاحسن انه ما يطلعش. فانا هذا الكلام اللي نقول لك اخويا مدبن، يعني ملي غادي تسمع على اختي المغربيه، اختي المغربيه يعني يقال فيها ما يقال، وهذا الشيء كامل طبيعه الحال حنا كنعرفوا بلي ان العدو اللي حدانا اللي هوك يعني نفس الكلام ونفس الاشاعات ونفس الاساءات. ومن نشوف انا مثلا يعني كيتقال على بلادي واحد الحاجه اللي ما فيهاش، ولا مثلا منين بغيت تبرر شي مغالطه، غادي نطلع غادي نصحح وغادي نعطي الفكره ديالي وغادي نبرر الرساله ديالي بالطريقه ديالي. فانا يعني بالنسبه لي في هذا اللايف كنشوف لانني استطعت نبين العدو الحقيقي والسبب المشكل بين الجزائر والمغرب، اللي هو النظام العسكري الجزائري اللي هو طبيعه الحال نظام وظيفي لفرنسا. كذلك خليته انه يعطي السلام للمراه المغربيه من بعد ما كان كيسيء لها، ومن بعد ما كان كيتهمها بشي امور، يعني خليته انه طلع عطاها السلام واحترمها وطلب من كل شيء يسكت ويعطي السلام لمده 10 ثواني. وكذلك انني بينت له بلي ان هذه الخلافات اللي كاين حاليا واللي انتم كتكلموا عليها، فالسبب دائما طبيعه الحال هو ان الشيعه او ايران الشيعيه والنظام الملالي. فانا كنشوف انني مررت ثلاثه نقاط وحققت ثلاثه النتائج هكذا كنشوفها، وبالتالي يعني كان بامكان تسبق لي كلمه واحده وما تعطيتيش الفرصه، هو انني نتكلم على مالك على الكلمه اللي قال على انكم كتبوسوا اليد ديال الطفل. فكان عندي جواب اللي كنت غادي نفحموا به، واللي كنت طبيعه الحال غادي نصرعوا به بهذه العربيه ديالنا وغادي ننزل. ولكن على العموم يعني قدرت انني نأدي نصف الرساله ديالي، وهذا هو رايي اخويا العزيز. نعم سي شكري، انا هذا اللايف اللي كتكلموا عليه انا ما شفتوش، انا ما عارفوش. المهم انا راك كوف وتبارك الله عليك، الاعداء تعرفوا كيف تصفعهم. انا ما هذا اللايف ما شفتوش، انا فقط تحذير من ديولنا اللي قراب لينا، اللي عندهم نفس الاهداف، فقط اللي كيبغيو يركبوا. ربما ما تفهمش الكلام ديالي، مي انا راك اعرفك اسدا، اعرفك درغما، اعرفك ليتا، كذلك السي كمال، الاعداء لا رحمه فيهم، نعرفكم واحد جيدا. الاضافه، واحد الاضافه، نقول لك لا سمحت لي كمال، الله يحفظك، واحد النقطه مهمه، نقطه مهمه اخويا مدبي، الله يكبر بك، اسمح لي يعني قطعتك. الدفاع على الاسلام كذلك اخويا كمال، نعطيك طريقه بحال ديك المسيحي جوني اللي كان كيسئ لينا. فانا استطعت يعني بواحد الطريقه اخرى ذكيه، ماشي كنقول انا ذكي ولكن طريقه ذكيه تعلمتها انا من الناس الاساتذه ديالنا ومن الدبلوماسيه المغربيه الحمد لله، استطعت نبين بلي انه هو المسيحي، هو يعني العنصري وهو المتعصب. لانني كمسلم كنت كنقول حنا ما عندناش مشكل مع الديانات، حنا كنحترموا جميع الديانات، عندنا تعايش الديانات وتعايش الثقافات وتسامح الديانات، وكنتكلم معاه باحترام وبادب، وكنقول له اخي انا لست اعدوك، انا بلدي هي بلد تعايش ثقافات وتسامح الديانات. لكنه كان كيتكلم معايا على قطع الرؤوس، وكان كيتكلم معايا بتعصب وبعنصريه. وهنا يعني استطعت انني نرسم واحد الصوره على ان الاسلام وعلى ان المغرب بلد تعايش ثقافات وتسامح الديانات، وان بلد وان الدين ديالنا هو دين التسامح. ولكن هو كذلك خليته يرسم ديك الصوره العكس ديال الصوره ديال الدين ديالنا وديال بلدنا، اللي هي الدين التعصب والدين العنصريه، ويعني يعني الطريقه اللي تكلم بها، واللي بان بلي انه فعلا انه شخص يعني عدواني. يعني انا كنظن بلي ان كاينه طرق كثيره، خص شويه ديال الصبر وخص التحكم في الاعصاب، والانسان يعني بامكانه انه يقدم الكثير، حتى ملي ما كتهضرش، ولكن كتخلي الاخر انه هو يهضر، وكترسم صوره جميله على بلادك وعلى الدين ديالك، والعكس صحيح ايضا بالنسبه له هو. فهنا كتكون حققت النتيجه اخويا كامل. شوف اخويا شكري، انا بالنسبه كلمه ختاميه ونزل في 20 ثانيه، انا نقول غير واحد المساله 20 ثانيه ونزل، 20 ثانيه وغادي ننزل. اخي كمال، سي شكري، انا نفس المسار في نفس المسيره، تبارك الله عليكم، انا بعدا فيكم بجوج، هز السلاح ونزيد معكم لقدام، اثق فيكم الثقه الكامله، الثقه العمياء، ما بعد المعاشره اللي تعاشرنا في اللايفات، وعرفنا العقليه ديال الناس، وعرفنا العقليه ديالكم، تبارك الله عليكم. مسيره موفقه اخي شكري، مسيره موفقه اخي كمال، لقدام وحنا معاكم، تبارك الله عليكم. هذا الشيء اللي بغيت نقول، الله يحفظكم جميعا. الله يحفظك خويا مدبي، الله ينورك خويا.
ميمونة، تحياتي ميمونة. السلام عليكم خوتي، انا طلعت غير باش نقول لكم تبارك الله عليكم. خويا شكري، خويا كمال تبارك الله عليكم، خويا شكري برافو عليكم. ولكن انا اللي بغيت ما تطلعوش عندك زبل، ما تطلعوش عندهم. علاش منيت انا طلعت مشيت معاكم واش سمعت واحد شويه ورجعت خرجت، علاش ما يستاهلوش هذاك الناس طلعوا معاه، طلعوا معاهم. نتوما كبر من ديك الخنز كله. شوف اختي ميمونه، انا طلعت كنضرب الدين الاسلامي، بالله عليك قال لك المراه المسلمه المغربيه كتسحر. يا ودي علاش تسحر لك انت؟ ترى واحد تكون كتحبك، تكون كتحبك عينيا قلوبه ولاو عليك انت يا ملي غتبغي تضرب بيك الكاغيطه يقولوا لها لا تمسلم هذاك نجس ما ديهش. يعني ديننا، ديننا المراه، احنا المراه، المراه المسلمه طيبه وما تزوج الا طيب. واش انت يا نجس؟ وما قالش الله في القران انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ايوا سالي نزير ما عنده ما يقول لي ما نقول له. ثاني حاجه خوتي، انا نقول لكم واحد المساله دابا بالله عليكم، عمر شي واحد فيكم نتوما بس ليد الملك؟ ما عمرنا بسناها، ما عمرنا شفناه. ولا تلقينا واش ما تبوسهاش؟ اتبوسها. علاش نخاف انا مثلا؟ لا غنقول لك اختي ميمونه، علاش غنقول ملي كيقول لي كيقول لكم بنادم كتبوسوا اليدين كتبقى بنادم بحال اللي كيتلف لك الضرب بحال اللي كتاكل دواد الفرا؟ كنبوسها ومازال نبوسها ونبوسها 100,000 مره ومصابغه نتلاقاه بعدا نبوسها. كمال كمال الناس اللي تلقى، اسمع اسمع، الناس اللي تلقاو الملك وباسوا له يديه راه ولا وهلي. كمال كمال تلقى مالك عاد بالك راك غتلقى رئيس ولا راك تلقى مالك يا كمال راه ينقدر. اسمح لي نفهمك، اسمح لي نفهمك. شوف انا عندي اسلوب، ما كنخليش بنادم يحشرني في الزاويه اللي بغا هو. هذيك الزاويه اللي بغا يحشرني فيها من زاويه شمن زاويه شكري؟ يعني انت كتكلم، انا نعطيك الجواب، ما تسرعش اخويا كمال. انت طرحت لي سؤال واحد. شمن تسرع انا؟ شمن تسرع انا؟ خليني نفهمك اصاحبي، خليني نفهمك. انت طرحت لي سؤال، علاش عندك مشكل مع الجزائر؟ شويه باقي ما كملتش الجواب ديالي، مشيتي للسؤال ديال المغربيه السحاره. باقي ما كملتش الجواب ديالي، مشيتي للتفلسه اللي كتبوس لي الدور. لا سيدي، نكمل لك الجواب الاول ومشي لك الجواب الثاني ومن بعد نرجع لك الجواب الثالث. هكذا كنتعامل انا، فهمتي خويا العزيز؟ والنقطه وانا عاوتاني، وانا عاوتاني عندي عندي وضعيه دفاع وغنهاجم بعد. اول حاجه اللي كتهضر انت على هذا السحر، حنا ما عندناش دين الاسلام السحر. حاجه اخرى، حتى هذه المغربيه اللي شافتك وعجبتيها ما غاديش تسحر لك، حيت عارفه في دينها ما غتديكش حتى تسلم. يعني غتشور معاك واش تسلم عاد غادي تشوف. انت بعدا علاش نسحروا لك انت ولا شكون اللي عارفك بعدا؟ وهذه المراه المغربيه ولا المسلمه غا جايه كتسبق عليك راه ما غتوصلكش. انت راه ما تسواش، انت الدين ديالنا كيقول لنا انت يا البهيمه احسن منك. ومن دخلوا في اطار ديني نتكلموا في الدين ونشوفوا واش ديني حق ولا دينك حق. يلا واش اللي كيعبد واحد قاتلين له الاله ديالو، قاتلين له ولدو اليهود، واش هذا شمن؟ هذا شمن ديانه هذيك يعبد؟ لذلك انا راني كنهضر معاه، غنضرب وغنواجهه وغندافع، وفي نفس الوقت غنوسخ له دينه وغنوسخه هو ونخليه هو يبقى يقلب على راسه منين يخرج. ها هو طيرني، راه مبلوكاوني واقيلا ولا طيحوا اللايف ولا ما نعرفت. بقى نتسأل نبقى نتعاطف معاه حقا. انما هو الدين الاسلامي دين التسامح، ونحن نحبكم وانت اخي. ومنين انت خويا؟ منين كتعرفني ولا كنعرفك؟ منين كتعرفني؟ واش كتسب؟ واخا هي وشكري، وشكري، وشكري. كنحترم رايك، انا كنحترم رايك. لا ما في احترام رايي، احترم دين الاسلام اصاحبي. يا صديقي العزيز، كان رايي يا صديقي، يا صديقي. اسمعني 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 شكري، اسمعني اسمعني. انا نقول لك الشيء الا كان غير رايي، انا رايي يسير له حف طرو. هذا دين الاسلام اصاحبي، وكيفاش انت كتنازل بالدين الاسلام وتقول له انت خاي هو كيسب؟ يا صديقي العزيز، يا صديقي العزيز، يا صديقي العزيز، يا كمال ما سبليش الدين ديالي انا. فوقاش سبلي الدين ديالي؟ ما سبليش الدين ديالي. كيتكلم، كيتكلم يا اخي العزيز، كيتكلم على ان انتم السنيين، قال لي انتم السنيين ما كتحبلوش المسيحيين، انتم السنيين غادي تقطعوا الرؤوس ديال المسيحيين. فانا بالطريقه ديالي خليته يبان هو اللي كيقطع الرؤوس. والدين الاسلامي دين التسامح. ملي كنت كنقول له اخي، ملي كنت كنقول له من فضلك، ملي كنت كنقول له ان بلادنا بلاد تعايش تسامح الديانات وتعايش الثقافات، فانا كنت كنأكد على ان الدين الاسلامي دين التسامح. ما كنتعصب ما والو، وإلا جاك تعصب شي واحد جاني كنتعصب يمشي. كنتعصب على ديني، أنا كنتعصب على ديني. أنا قيس فيا، قيس لي في رزقي، قيس لي في العالم. ديني ما تقربوش، تقرب الدين الإسلام ديالي وأنا جالس حداك ما كاين لا خاي لا خوك. أنا راه ما عنديش دين التسامح. شمن دي؟ واش نتوما متسامحين معانا؟ وهضروا بالمنطقة صاحبي، وهضروا، ما تبقاوش ننافقوا راسنا وندوخوا الناس معانا صاحبي. واش المسلمين ما كيكيدوش؟ واش هاد اليهود والنصارى ما كيكيدوش للمسلمين؟ وراه ما كتسالاش المكائد، وراه حتى السياسه ديالهم ما كنعرفوها لا سياسه صادقه ولا سياسه النفاق. واش نبقاو حنا نكذبوا على راسنا ونقولوا صاحبي وراه الدين صاحبي هذا؟ اللي تقيست تقيست فين هو شي قيست؟ وانا راني مهادن وفهموا اخوتي وفهموا.
راه اول حاجه خصكم تبداوها هي ديال الاسلام. اذا شي واحد ديال الاسلام خصك توجهو، ما بقاتش الصداقه صافي. ملي كتوصل لي انايا المقدسات ديالي سالينا، ما بقات لا احترام. لو كان دين التسامح، لو كان دين التسامح يحترم لك دينك، يحترم لك بنت بلادك، يحترم لك يحترمك انت. هو راه ما احترم حتى حاجه، هو قال لك انتم مسلمين كتفرقونا شودا بنا حنايا المسيح كتفرقونا. واش انا هو اللي قلت لبشار الاسد يجي يبقى يقربط فيك؟ ايوا سوريا ماشي دوله مسلمه، شان تبقى تجي تركب لينا على الموجه؟ واش شانو تي خدامين جايين جاو اللوبيات دخلوا فرقوكم تما كاين في سوريا وكنتم مسلمين وبقيتوا كتقلبوا على الدرهم، وناد بشار الاسد دار لكم اباده جماعيه وقال لكم انا ما بقيتش مسلم، انا يا مسيحي، ها اللي ولا مسيحي، ها اللي ولا شيوعي، ها اللي ولا يهودي، كل تفرقتو. اش ندير لك؟ تقول لي تبوس الملك؟ وراه بصح نبوس له يدو، علاش؟ حيت انا الملك ديالي، ما انا تشيكي كيكزر فيا اخويا، الملك ديالي راه مسلم، ما انا تشيكي يقتل فيا. واش انا ملكي يشردني وليت في المخيمات؟ ما دايرش هادشي، انا ملكي كلشي كيحارب هاد المغرب، وواقف معايا قطعوا علينا الغاز من جهه بوكاله من جهه اخرى، او جينا ولقينا الغاز عندك في بلادك، كيطيح وينوض ويبني الاقتصاد البلاد وينمي البلاد والشعب، وديما يهضر شعبيه العزيز، ماشي بحالك انت يا مساعدات جايه لك من دول اخرى حيدها وجايبين له سلاح خدام يقربطك. انت راه بالسيفت ما توليش غير منين هذا المسلم هو، منين هذا الرئيس عندك كيقول مسلم بالسيف، راك ما توليش ماشي غير لا بس مني وليتي مسيحي، موك راك تحط شي بقره ولا شي خنشه الشبت تبقى تعبد فيها، محيت هذا الشيء راه بريء منه الاسلام. اودي شكري، والله يهديك، شكري يا صاحبي. انا راه ما اشوف، انا غير اسمعني نقول لك واحد المساله، راه الحق يعلو ولا يعلى علي. انا ما تجي انا هادو اللي خرجوا هاد الفكره دين التسامح ما كايناش عندي في نظري، ما كايناش يا صاحبي. واش ما كتفهموش؟ ورضيت لكم الاسلام دينا، دين الاسلام ما جيش انا واحد، انا نقول لكم يهودي مغربي هنايا كيدور في التيك توك واحد النهار قال في الله يبقاو عليه، طلع فلان طلع فلان، والله ما نطلع وما نجلسش معاه في الكيست وما نهضرش معاه. ما اخويا ما تدافع عليهش، وهاد المغرب بلاد اسلام يا دابا بالله عليكم، كيجي كيقول لك شوف انت مغربي خويا وعندنا بلاد وحده وعدنا وعدنا، ايوا كتقول له قال الرسول، ايوا كيقول لك ما كنامنش به. ايوا انت دابا ديك هاد اليهودي اللي كيقول لك انت خويا، تخيل طلع معاك في الكيست وسب لك امك وسب لك باك، غادي تبقى تقول له انت خاي؟ تخيل هاد عينو بدا يسب لك الملك، ما غاتبغيش. وراه رسول الامه صاحبي، هذا راه رسول الامه، راه ما كيحملوش، كيفاش غيرضى عليك نتايا؟ واش كتهضروا؟ واش كتعرفوا واش كتقولوا؟ ولا اكراه في الدين، حنا عارفين لا اكراه في الدين، عارفين لا اكراه في الدين، ولكني فاش جيت وصلت بدات الناس وتخرمز، راه ما بقى دين، هذا ما بقى دين. ولا كيقول لك لي تعصب خرج عليا خويا واعطينيش برتيس على اليوتيوب عليك، انا راني كنتعصب. اي واحد كيقول لك كنتعصب خرج عليا خويا عليا التيره من هنا، لا تجيش حيد داك المتابعه وسير دور عليا وحيد بالك. سالين انا كتجي لهنا تجي تقول لي واش انا جاي نبقى نبيع انايا الدنيا ديالي، انا نبيع الاخره ديالي بعارض من الدنيا باش نجي نرضيك؟ واش مسطي ولا مضروب في راسك؟ اسير عبد معاهم بوده وعبد معاهم ما نعرفت. لا تجي لا تقول لي لا تعصب لا حاجه، سير بحالاتك، عطيني شبر التيسع اش كيربطني بك؟ لا كان نتايا هذوك خوتك، انا راه ما خايمه والو. اسير عطيني شبر التيسع اصاحبي، تجي تقول لي لا تعصب ولا شي تخرميز ولا شي حاجه، راه الرزق هو الله بالرب، وتبقى تدير هذا. واش طالع خدام يسب لك في دي مالك اصاحبي؟ شوف شنو قتلتيني كنزلك نزل اصاحبي، ما توليش تسرد لي، مالك طيبتي لي طيبني 17 مرة هو يسر الدوموند، أنا نزول هو يسر الدوموند، لعفو. أسمعني أنا هادشي اللي كنقول لك، أنا خويا ما كنقبلش، أنا الله في القرآن قال لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله قال لك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. غتقول لي شكون أشرك؟ واش النصارى ما شركوا؟ شركوا اللي كيعبد بأن عيسى ابن الله فهو مشرك. راه الله اللي قالها، راه ماشي أنا اللي كنقولها. وهادشي اللي ولاو كيدخلوا لنا في عقلنا حنايا، في عقلنا راه حق التسامح وكذا وكذا، هادشي راه كله تخرميز، راه ما كاين لا تسامح لا حتى حاجه. راهم كيكيدوا كيكيدوا لك، ها هو كيضحك لك وراه كيكيد لك، راهم داخلين لك بالتقيه وخدام يسوسك في دينك وغيضرب لك كلشي في الزيرو، غتولي دابا. اجي نقول لكم بالله عليكم، دابا منين تبعناهم؟ منين تبعناهم؟ دابا راه حنا تبعناهم، راه الرسول قالها
وما ينطق لا تتبعوا الناس سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب الا دخلتموه. دابا مخير فينا حنا كنقولوا الاسلام، مخير فينا كيجلس قبل التليفون من 8 الصباح حتى 12 الليل لا صلاه لا 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 كلمه زينه لا قرايه القران. كتهزوا القران تقراوه، شكون اللي دار هادشي؟ ماشي هما؟ واش هذا ماشي كيفتنونا في الدين ديالنا؟ واش هما كتلقاه جالس 12 ساعه في التليفون وتقول لي انت يا دواء التسامح؟ منين هاد التسامح؟ واش هو كيحرقك اصاحبي كيخرمز لك دينك اصاحبي وانت تقول لي التسامح؟ انا راه ما تبقاوش تقولوا لي هاد القضيه التسامح، انا راني ما نطلع حتى شي قمقم معايا. انا كيعبد شي مصيبه يمشي يعبدها لا يجيش لعندي. علاش اخويا جينا؟ واش تلقى كمال في لايف ديال اليهود خدام تقاتل وحقه وهذا ما كنمشيش عنده؟ سير اخويا عطيني شبر اتساعك حز لهيه وسير سير سير ديروا لايفات ديالكم وقيلوا تما تخرمزوا وهضروا. قرا التورات وقرا الانجيل وقرا الزبور وقرا الصحف وقرا داكشي اللي عندك كله اخويا، ما تجيش عندي يا مليون. يا حنا ما متعصبين ما والو، واش حنا نلقاونا؟ واش ما انا يا عباد الله خدامين؟ الدين التسامح، الدين التسامح، الدين التسامح، وهو خدام يقربط لك في الدين ديالك وانت ما كتقولوا التسامح؟ هو مشى فتح لايف وكيقول لك الاسلام ما الاسلام، المراه المسلمه سحاره وعلو. ايوا ملي غتهضر المراه مسلمه سحاره وطلع قول له خويا راه هذيك المراه اللي مسلمه اللي كتسحر هذيك راه ما بقاتش مسلمه، خاصها التوبه صاحبي، راه دخلت للشرك. واش ديننا كيامر بالسحر؟ ومالكم ساكتين؟ وما انت اصلا هاد السحر منين جا؟ ولكن وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فيتعلمون منهما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. وهذا راه ديننا الاسلام يا صاحبي السحر، وكيفاش انت طالع وساكت على هو كيقول لك؟ واش دابا الدين الاسلامي؟ انا كنكمل قارو الاسلام كيقول لك سير تكمي. واحد كيبات كيضرب الطاسه واش الدين الاسلامي كيقول لك راه راه وراه منين كتقول لي انت كتشرب تمسلم؟ اه كتشرب وراني عاصي. واش الله انا من السما قال لي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال قل ان هدى الله هو الهدى. شنو هو هدى الله؟ هو الاسلام. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ واش غنبقاو حنايا نجبدوا شي رسول واحد آخر نبقاو نسولوه؟ واش الله كيقول لك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ وتجي وتقول لي حق لا وها؟ ونوض اخوتي بعدا ديروا ديروا جيبوا جيبوا نديروا الصليب. علاش ملي كتمشيو عند واحد المغربي داير مغربي ملحد كتبقاو تسبوه؟ علاش كتلقاو واحد داير مغربي ملحد كتسبوه؟ ايوا راه التنازل راه كيؤدي لهادشي. السيء شيء وان زاد عن حده انقلب الى ضده. منين تلقى ذاك المغربي داير ملحد علاش كتسبو؟ اقول له انا معاك انا راني كنشوفكم. كيجي واحد كيقول لك انا يهودي كتقول له انت مغربي يهودي اخي. واحد داير انا ملحد كتسبوك كيف ملحد وتطلعوا كلكم؟ علاش؟ بحيث ما كايناش دوله كتقول دوله ملحده. واش كتخافوا ولا كيفاش؟ واش كتخافوا؟ راه بحال الملحد بحال ذاك الاخر بحال الاخر نبقاو نهضروا انا بداك الديانات يطيروا لنا هذا الشيء. راه جوج كونطات مشاو. اما يا اخي انا راه عندي انا عندي عقلي بلا ما تجي توريني. لا انا غنهضر بوحدي ما بقيتش كنهضر مع الناس. واي واحد كيقول انايا غادي نمثلوا في هادشي ديال الدين انا وحق التسامح غا يخوي هادشي من راسو سير دور لي اخي خليني نمشي انا لجهنم. انت راك على حق سير اخويا تعاشر معاهم سير الله يحشرك معاهم في حفره وحده. واش حنا قدامين نتقاتلوا بيناتنا ويجي وتبقاو تقولوا لي التسامح ولا؟ انا راني غنجلس بوحدي اخوتي ما ما ما, ما تجيت اشوف. انا راه شوف اجي لو حق تقول لي انا راه ما عندي قناه اليوتيوب ما عندي زمر ما عندي حتى حاجه. انا راه تبقى تحمقني. انا راه عندي عارف راسي في عمري 30 عام باقيه لي 30 عام الا طولتها وما تعرف بوح بلي يديه الله دابا في هاد الطوموبيل انا جالس وانت بعتني قدام. واش كنتي كتقول؟ جينا تقلب لي ديني واش مسطين ولا مالكم اصاحبي؟ نوض سيدي الله دير لايف ياك دير لايف انت وسب ديك المراه المسيحيه كي كان يبهدل لك المراه المسلمه وديروا لايف وسبوهم. واش واش غيقول لك دين التسامح؟
راه الدين الاسلام اشرف، هذه التسامح كيقول لك لا يؤخذ مسلمون بكافر، اهل الذمه النصف، الجزاء ديالو هو النصف. سير قبضتي واحد اليهودي وقتلتيه، راه ما غاديش نقبطوا داك المسلم ونقتلوه، حيت اهل الديه النصف، ما يمكنش نعطيوه الجيزيه نخلصوه فلوس. شتي قبضتي واحد اهل الدي واحد يهودي وحيدتي له جوج عينين وبغينا نقتصوا منك ونطبقوا القصاص، كنحيدوا لك انت غير عين، حيت هو كيسوى فيك غير النص، انت على حق وهو على باطل. هادشي راه اخويا راه دين الله. ويلا غادي تجي وتبقاو تكذبوا لي هالبخاري والترمذي ومسلم وتكذبوا العلماء وتجي وتبقاو تقولوا لنا داك الشيء لا حق القران، حيد هادي حيد هادي. ولا اخويا انا ما كنكذب تعالم انا، واش عندك عندنا دابا ولينا حنا حتى العلماء ولينا كنسبوهم، حنا كمسلمين ولينا كنسبوهم، ولينا اللي جاي يتلاح على العالم، اللي جاي يتلاح على العالم يقول لك العالم شكون هو داك العالم، وشكون انت بعد عندك النصيب ديالو د العلم؟ والسيد قرا 40 عام راسو شاب بقوت الكتب، عنده خزانه في العقل ديالو، وانت جيتي وقال لك حق انا كنحلل بالمنطق، الله قال في القران هادي، وملي كيفاش المنطق؟ انت ما كتعرفش تكتب حتى اللي فول باو حتى، وتجي تبقى تحلل بالمنطق. راهو كيلعبوا لكم بدينكم اصاحبي، كيبدلوا لكم دينكم، واش ما تفهموش؟ انا كنقولها لكم، اي واحد يجي كيتسامح مع شي واحد شي نصراني ولا شي شيعي ولا شي ملحد ولا شي حاجه، انا راني ملي كيطلع حدايا شي واحد خارج دين الاسلام راه كنبقى بحال اللي صرطو بزبلي، كيقول لي خير ما كنرداش عليه. انا راه ما عنديش خاي، انا صاحبي راه ما عنديش خاي غير مسلم. واش هو حنا قاعدين نضحكوا دين التسامح يا حبيبي وسيدي؟ يجي مسلم يقول لك هضرات نوض تسبو، وين هو هذاك اليهودي نوض يبدا يسب لك ولد بلادك مسلم من لايف؟ انا نقول لك انا راه شوف راه بنادم راه ما انا راه ما كنخاف ما حتى شي حاجه، انا كنحشم، انا راه ما عندي ما نخسر الشريف، انا راه ما عندي حتى حاجه. اللي كيقول راه شي حاجه عند كمان، انا ما عندي والو خويا، انا راني انا ها يدي فوق راسي، فراس مالي في هذا اخر الزمان بقى لنا هو هذا الاسلام. والله طلقتي منه تنوليو مدلولين، والله تنوليو الا مدلولين. انا راني خويا عايش في المغرب، انا راني عايش في المغرب، راني ما باغيش نمشي لهاد اوروبا غير لهاد القضيه هادي، يجي يغزي لي عقلي انايا ويحمقني وانا دمي سخون، يجي يبقى عليا شي هضره خارجه نمشي نغرق نكمل حياتي حباسات في اوروبا. انا راه خويا انا راني مسلم، انا كنقولها لك انا راني مسلم، وخرج عليا انت الديستي برا كاع هي مليون، ما بقيتش باغيك تجي حتى لحدايا كاع لهنا، سير خرج سير لعندهم، انا عاد نبقى نسمع لك، انا نطبخ انا في عقلي ونطبل ونهيت. راه سير عند اليهودي، سير عنده ولا جاي عندي. ماشي شيخ كوكو خوتي، ماشي شيخ كوكو، هذا واحد لايف فيه النصارى طلع جوكري بقى جالس، قال له انتم تبوسوا لي الدين، راهم غير كيضحكوا علينا. تما واش ديك اللايف جاكم فيه شي حوار شي موضوع؟ وصحافي هو هذاك، راه صحافي صعبي، راه دايز في شي قناه عندهم تما في سوريا ولا في شي حاجه، اللي طلعنا لتما هذاك راه دايز في شي قناه، هذاك راه دايز كيدوزنا في شي قناه، كيفاش كيتمسخروا بالمسلمين، كيفاش كيضحكوا بالمراه المسلمه؟ واش ما فهمتوش اصاحبي؟ انا راكم نقول لكم من الاول اخوتي، كمشد النحل حسن مشواري الدبان، لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحه. باش نتنازل على دي انا راه ماشي تقول شي المراه، ولا انا راه ما كنركب لا على موجه المراه لا على حتى حاجه، انا كنقول الحق. راك لقيتو كيهين الراجل المسلم غنطلع نتشرشم معاه تما، ولكني انا كندافع على خويا بقالي في راس مالي هو هذا الاسلام اخي، حنا هذه الدنيا كامله باغيين نالو رضا الله، هادشي اللي كنقولو، هادشي اللي كنقولو. جيت هاد عام بقاو حنايا ندخلو لراسنا الوساويس، انا خويا انا ماشي شيات ديال اليهود باش نبقى انا نطلع يهودي ولا نصراني ونبقى نشيت له، انا والله ما نشيت لشي يهودي ولا شي نصراني، شي بالرب ويجي ويعطيوني ما شي، كتعرف الميزانية ديال الميريكان ويزيدوا عليها حتى الميزانية الصين، والله ما نشيت. لا وحق يجي يدير لي انا يهودي وانا ادافع عن المغرب، على ماذا تدافع عن المغرب؟ غنسب لك الجزائري اللي كيسب لك من المغرب، واش دخلك انت هي مليون؟ دابا انت جيت وليت انا كنستعن بك كيهودي، غتجي غادي تسب لي الجزائري؟ انا تمشي ترقد، خليني نتراقع انا وياه، انا كنهضر على حقي، سير انت لهيه، وهو راه جاي لك داخل لك بداك الشيء غير باش باش تحترمو، ومنين كتحترمو كيديروا لايفات، وها هو ولا كيسب لك اسيدي، قال لك المراه المسلمه
كتسحر المرأة المسلمة كدير المرأة كذا. احنا خويا قال الله في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالحق وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أنا والمغربي أنا والجزائري يجي سوري مسلم يقول لي نحل بيناتكم النزاع نقول له يا مرحبا، يجي في سعودي مسلم نحل النزاع مرحبا، يجي كيف ما كان نوع مسلم اجي خا يدخل. ولكن يجيب لي انا واحد يهودي ولا واحد نصراني ولا واحد شيعي ولا واحد ملحد وتحطني انا مغربي اش كيقول لا اله الا محمد ولا خورته ولا اله الا محمد؟ شكون اللي غيفصل بيناتنا؟ غيفصل بيناتنا حنا واحد كيعبد نخله؟ وعلاش الله قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول؟ نجيب أنا واحد ما كيعرف كيسب الله والرسول وغنحطو يحكم بيناتنا؟ وإنما أحترمك، منين كنحترمك؟ منين قلنا لهم حنا كنحترمك والتنازلات هو مشاو كيفتحوا لنا؟ راه ماشي غير هذا اللايف، أنا راني ما كنهضرش غير على هذا اللايف، ورا لايفات بزاف المغاربة والله فات بزاف، لايفات بزاف كيهضروا على هذا الشيء. وأنا كنقولها لكم وشوفوا حتى هاد التيك توك تجبد الموضوع ديالهم هما تجبد الديانات وتبقى تهضر كيطيروا لك اللايف ديالك. هما كيقيلوا كيدنسوا في هذا الدين ديالنا والله ما يطير. علاش؟ حيت كيحاربوا، هادو هما كيشجعوا على هذا الشيء. هنا عندهم الدين الاسلامي ليس حط خط احمر ولكن الاخرين خط احمر. عندك تقربهم تقولها اللايف مشى، اللايف تقولها مشى، ودابا نجبدهم بسميات وشوف كيدير اللايف. انا ضد اي واحد كيتسامح معاهم. انا باش تجي صاحبي وخويا وولد بلادي ومغربي ونفتخر بك وتفتخر بيا والله يرحم الوالدين والله يكثر خيرك والسلملم والململم وداك الشيء كلشي جمعوه هو هذاك ومزيانين ومصفيين القلوب وعندنا كلشي مزيان، ولكن اخويا دافع لي على المسلمين. اما جيج انا تقول لي لا واه وتاتم تطبيع راكم ما عرفتوهش الشريف، ما عرفتوش التطبيع هذا اللي داير المغرب، راكم قارينو بالمقلوب، كتناقشوا التطبيع وقارينوا بالمقلوب. الخوت راكم قارينوا بالمقلوب. واش المغرب ضحى بموريتانيا غا هكاك؟ واش المغرب ما شاركش في جوج حروب ضد اسرائيل؟ واش المغرب ما دارش في التطبيع تما كاين ما نسمحش لتدنسوا القضيه الفلسطينيه ولا تمسوا بالشعب الفلسطيني ولا بالقدس؟ واش ملك المغرب منين منين ناضت هاد المدير الامن ديال اسرائيل دخل لباحه القدس ما ناضش هو الاول كير في منظمه التعاون الاسلامي كيقول باللي حنا مع فلسطين وراكم كتخرقوا؟ واش ملك المغرب كتمشي كتلقاه في اسرائيل قال السماكين معاهم؟ واش ملك المغرب ما قال شي في الخطاب ديالو لا احرم ما حلل الله ولا احلل ما حرم الله؟ واش ملك المغرب جاب لنا جاب جدار لك هنايا شد لك حارب لك الدين الاسلامي؟ واش حارب لنا الدين الاسلام؟ ما حاربوش. واش فتح شي مدارس ديال العبريه واليهوديه؟ ما فتحهمش، مازال اللغه العربيه وباقي الدين الاسلامي. التطبيع راه صعبي، راه سياسه، هذيك سياسه، والتطبيع هذاك راه في مصلحه القدس اللي ما تفهموش نتوما صاحبي، راه في مصلحه الفلسطينيين. راه اسرائيل قوه صاحبي، راه غتقبط الفلسطينيين غتمعصهم وغتمعص. شنو الكلام ديال نصر بوريطه في القمه العربيه؟ شنو قال الجزائر؟ قال لهم كل مسؤول عن تصرفاته وحذاري ان نتخذ قرارات لسنا قادرين عليها. عندك وتبقاو تقولوا داك الشيء ديال الحرب والجهاد وحنا راه ما قادرينش على داك الشيء، راه مشيو ندخلوا للحرب راه ما نقدروش عليها. حذاري راه هو عارف شنو كيقول. تطبيع جريمة بأن تعترف بالمحتل، وسير قول التبون ديالك ما يبقاش يقول حنايا القدس لن نتخلى عنها، هو راه كيهضر غير على مدينة القدس، راه مازال ما وصلوش للقدس. سير قول لرئيسك ما يبقاش يقول القدس لن أتخلى عنها، ويقول فلسطين ويهضر ما كاينش حدود 67، يبقى يهضر من فلسطين ما كايناش إسرائيل، لاش كيبقى ينافق؟ لاش يبقى يقول في القرارات الأممية الحدود 67؟ لاش كيعترف هو بعدا بهاد الدولة؟ سير قول له ما يعترفش بها، حنا مع إسرائيل في حدود 67. غادي مع انطوني بلينكن الخوف الاخر كيقول لها لم يعد لدينا مشكل مع اسرائيل من اجل الوجود، زعما ما بقيناش كنقولوا اسرائيل ما كايناش، راه ولات كاينه. وانما كدوله لا تربطون بها اي مشاكل، وراه ما عندوش مشكل مع اسرائيل، هو راه غير انتم اللي عندكم مشكل مع اسرائيل، ما هو ما عندوش مشكل. شكون قال لك هو عنده مشكل؟
شكون قال لك راه تبون راه عنده النظام الجزائري عنده مشكل مع اسرائيل؟ راه ما عندوش مشكل مع اسرائيل، وانما المشكل قال له في المنطقه هي فلسطين، رد فلسطين هي المشكل، هي سبب المشكل. باش هو كيقول لهم نحن مع فلسطين دائما.